رانا جبنا لكم لافير تاع لافير، شقة اف كات للبيع في قلب العاصمة وبكامل الوثائق وبسعر نظن بلي مستحيل يتوفر مرة واحدة أخرى. العرض تاع اليوم ننصحكم ما تراطوهش بيسك راه فرصة مميزة أقليل وين تلقاوها. السلام عليكم متابعينا الاوفياء، وكيما نقولكم دائما معانا ما كاش كيفاه ما تلقاش العقار اللي والمك. عروضنا راهي مستمره بشكل يومي وباسعار مختلفه، ما عليكم غير تابعونا عبر جميع صفحاتنا الوكيل ايموبيلي باي يلحقوكم كامل عروض. العرض تاع اليوم راه فريمون لافير تاع لافير، جبنا لكم شقة اف كات للبيع بكامل الوثائق، الدفتر العقاري وشهادة الملكية في قلب العاصمة ولاية الجزائر، دائرة سيدي ام محمد، بلدية سيدي ام محمد، في حي غني عن التعريف، حي حسيبة بن بوعلي، شارع 155، منطقة حرفيا فيها كامل المرافق، المؤسسات التربوية، المحلات التجارية، مستشفى مصطفى باشا ما راهش بعيد عليك، محطة القطار ايضا راهي غير قدامك، محطة المترو، يسمى وسائل النقل راهم كامل متوفرين. هذه هي الشقة تاعنا اللي راهي في الطابق الاول، يعني راح تايفيتي التعب تاع الدرج. والمساحة تاع هذه الشقة هي 111 متر مربع، مساحة الله يبارك، وقليل وين تلقى شقة بهذه المساحة. ومن هذه الإطلالة راح تعرفوا باللي رانا في قلب العاصمة وين راح تلقى كلش قدامك. وبالإضافة للمرافق اللي ذكرتهم مقبل، عندك أيضا حديقة التجارب، المكتبة الوطنية، صوفيتال، السوق الأسبوعي، هذو كامل راهم قراب ليك. يسمى من ناحية المرافق ما تخممش كامل بيسك راه كلش متوفر عندك، حتى الطريق السريع راه عندك خروج مباشر ليه. وهنا رانا في إحدى غرف هذه الشقة، الغرفة راهي في حالة مقبولة وواسعة، كلش مفيني فيها، خصها غير شوية صبيغة برك، وراح فيها بلاكار واسع وكبير اللي راح يهنيك من القش الزايد. وكما راكم تشوفوا الكولوار حتى هو راه مفيني كامل وراه في حالة جيدة. عندنا هنا غرفة واحدة أخرى حتى هي راح فيها بلاكار وصبيغة تاعها راهي مفينية وراهي بنفس الستيل تاع الغرفة الأخرى. وفي الجهة اللي مقابلتها راح نلقاو غرفة واسعة ومشروحة، الشقة هذه راه فيها طروا فاصاد، الشي اللي يخليها مشروحة ومشي مغمومة. كما راكم تشوفوا عندنا إطلالة مختلفة من هذه الجهة. الحاجة اللي أثيرتني بزاف في هذه الشقة وما كاش في أغلب الشقق هي وسط الدار، شوفوا شحال واسع اللي راح يخلي الشقة مشروح أكثر، وتقدر حتى تديروا صالون إذا كان عدد أفراد العائلة كبير بيسك المساحة تاعو راهي مساحة كافية. نروح نشوفوا المطبخ اللي راه فيه نافذتين وواسع مفيني كامل، فيه فايون سامبل وانيق، الديكور تاعو متناسق وبزاف شباب، وفيه ليزيليمو اللي راهم في حالة جيدة. العمارة اللي فيها الشقة تاعنا عمارة تاريخ بنائها قديم، بصح تم تجديدها خارجيا سنة 2013 وداخليا في 2016، يعني ما تخافش من نوعية البناية لانه راهي جديدة. وهنا عندنا حمام فيني كامل وفي حالة جيدة، يسمى ما عندك ما تعاود فيه. والشقة تاعنا راهي تتوفر على الكهرباء، الماء والغاز والانترنت ايضا. والصالون هنا راه واسع بزاف ومفيني كامل، حتى الصبيغة تاعو راهي جديدة. والسقف والأرضية راهم في حالة جيدة، يعني راه مكمول من كلش وما راحش تتعب معاه وتعاوده غير اذا انت حبيت تبدل الديكور. وراح عنده إطلالة على الطريق السريع ومحطة القطار كما راكم تشوفوا. السعر اللي راه مطلوب في هذه الشقة ما راحش متوفر دايما، عادة ما كاش كيفاه تلقى عقار في هذه المنطقة بسعر كيما السعر تاع هذه الشقة، يعني العرض تاع اليوم راه من بين الفرص اللي قليل وين تتوفر غير ما تراطوهش. نعاود نذكركم متابعينا باللي العقار تاعنا راه في الطابق الاول، وهو عبارة عن شقة اف كات انفينيا مليح، والمساحة تاعها هي 111 متر مربع اللي راهي تعتبر امتياز بيسك شقة بالمساحة هذه فريمون راهي افير، وراهي بكامل الوثائق يعني ما راح تلقى حتى بروبليم في الشراء تاعها. والموقع تاعها راه ميزة اخرى في قلب العاصمة وين كلش راه متوفر عندك، وفي شارع غني عن التعريف، واهم حاجة انه تم تجديدها داخليا وخارجيا،
هذو الامتيازات كامل بسعر 1,800,000,000 قابل للتفاوض. وللمزيد من التفاصيل تواصلوا مع صاحب العقار اللي راح تلقاه رقمه أسفل الفيديو وفي التعليقات.